كابتن عادل، طبعا زي ما قال الكابتن اسامه الماتش مش سهل، ماتش صعب، في عوامل غير العوامل اللي في الملعب. يعني يمكن كنت بكلم حضرتك قبل الهوا وقلنا الفوارق كبيره بين الفرقتين، ولكن في عوامل بتحكمها ظروف تانيه جوه الملعب، درجه حراره الجو، ولو ان انا شايف ان في شويه هوا، يعني لما كان فاروق صلاح معقول يعني يعني درجه حراره لو ما بين 35 38 معقوله شويه في السودان، معقوله وجود مدير فني جديد، الروح المعنويه العاليه لبعض اللعيبه الدوليين زي ما قال الكابتن اسامه، هل المستوى الفني اللي ابتدى يزيد شويه لعيبه المريخ، مش زياده اللي هي الكبيره قوي، المباراه الاخيره مع سيمبا، هل فرقه النادي الاهلي مباراه البدايه بالذات، احنا دايما في النادي الاهلي بتحكمنا في الماتشات دي البدايه بتاعتنا، يعني انا اقدر اقول لك مثلا النادي الاهلي لو بدايه اول ربع ساعه ايه اللي ممكن يحصل؟ هل النادي الاهلي قادر على التحدي دوت النهارده من بدايه المباراه، برغم ان في اثنين ثلاثه لعيبه مؤثرين جدا منهم علي معلول وحمدي وحمدي، ولكن احنا شفنا تاثير علي معلول فارق معانا شويه في النواحي الهجوميه. يعني بترتيب المعقبات اللي ممكن تقابل النادي الاهلي شويه، توقيت المباراتين مختلف، مباراه النهارده الساعه 3 في السودان، ومباراه الاولانيه في القاهره، الاجواء الى حد ما احنا الجو ظريف الفتره دي شويه، والمباراه كانت بالليل، دي برضو الامور يعني ممكن تفرق النهارده شويه في المباراه، ان المريخ متعود على الاجواء دي. ارضيه المباراه برضو ممكن تفرق جدا، ارضيه المباراه برضو مش الملعب مش زي استاد القاهره، فدي برضو ممكن تفرق جدا. الدفعه المعنويه للاعيبه السودان باي تغيير مدرب، تغيير مدرب صح. بيجي بياخد له 3 4 مباريات في البدايه، حتى لو انت امكانياتك مش احسن حاجه، بس بيبقى عندك دفعه ان انت بتحاول تادي احسن حاجه عندك. ممكن الجمهور يتواجد، انا يعني قريت ان ممكن يبقى في 1000 واحد في الملعب، اعتقد ده برده ممكن يبقى مؤثر، لان دلوقتي في عدم وجود جمهور، لو معاك 100 واحد في الملعب هياثروا معاك، ودي نقطه برده نقطه مهمه. مع الكلام بقى اللي الكباتن كله قالوه ان كل الفرق بتلعب قدام الاهلي بتبقى عايزه تبقى تقدم احسن مستوى النهارده، حتى لو المريخ لعب على تعادل هو بالنسبه له نتيجه كويسه، هو هيحاول يكسب، ولكن هو لو تعادل مع النادي الاهلي، لو تعادل مع فرقه اكبر فرقه في افريقيا بالنسبه له هيبقى الامور مختلفه خالص. النقطه الوحيده اللي اتكلمت فيها بتاعت علي معلول، ان هو بنفقده طبعا علي معلول صانع اللعب الاول للنادي الاهلي، حتى مع وجود رقم 10 مميز، ولكن علي معلول بوجود حتى بالتيم اللي كان قبل ده كان علي معلول هو مفتاح اللعب الرئيسي صحيح. للنادي الاهلي صحيح. ودي برده نقطه مؤثره، ولكن حصل في المباريات في تذبذب في المستوى شويه، جزء منه علي معلول، وده طبعا اللعيبه اللي اصحاب الفكر جوه الملعب واصحاب القرار جوه الملعب لما بيبقوش موجودين في فرقه بيأثر ده بالسلب جدا، ودي نقطه لازم نعذر فيها اي مدرب لما يكون عندك لعيب كبير زي علي معلول مش موجود. ولكن في مباريات اللي بعد كده، يعني وجود ايمن اشرف اداها بشكل كويس، مش ما اداكش مفتاح اللعب الاساسي زي علي معلول، ولكن بيأدي 80-90% من واجبات المركز بشكل جيد جدا. مباراة صعبة في كل الأحوال، الأهلي بينافس أو الأهلي أو المريخ بينافس، المباراة صعبة في كل الأحوال، مباراة السودان كلها بتبقى الأمور فيها صعبة، مباراة أفريقيا صح. كلها الأمور فيها صعبة، ولكن يعني لما نروح للتشكيل أنا شايف برضو إن إحنا لما حضرتك تروح للتشكيل شايف البداية ممكن تكون كويسة، حضرتك برضو اتكلمت في حتة إن البداية بتاعتنا في أول ربع ساعة أو أول تلت ساعة مهم جدا إن يبقى عندك، لو ما عندكش استحواذ جيد بس يبقى عندك فرص، تقدر تخلق فرص حتى لو ما خلقتهاش بالاستحواذ، مهم جدا. مباراه فيتا فرقت معانا الاهداف بدري صحيح. جدا، مباراه الحاسمه اللي احنا كسبناها، مباراه الوداد فرق معاك في المباراتين التسجيل بدري، مباراه الوداد في الوداد ومباراه الوداد صحيح. انا شايف دي برده كان عنق زجاجه للنادي الاهلي كله مزبوط. السيزون اللي فات مباراه مزبوط. الوداد، ف يعني اعتقد النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يقدم، يعني مش عايز نخش في التفاصيل لما حضرتك تدخل فيها بإذن الله. وان شاء الله يقدم مباراه كبيره يعني. والتوفيق يكون حليف النادي الاهلي ان شاء الله. طيب هنروح لفاصل وبعدين نرجع لحضراتكم مره ثانيه ونتكلم عن تشكيل فرقتين وبعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، أرجوكم انتظرونا.